مكانك الكومبارس. اهلا كومبارس اهلا كومبارس هيا معي يا مبتدئ. اهلا كومبارس اهلا كومبارس هيا معي يا مبتدئ. اهلا كومبارس اهلا كومبارس هيا معي يا مبتدئ. جنيت على نفسك اتيت من خطيك وضعت نفسك مكانك الكومبارس. اهلا كومبارس اهلا كومبارس هيا معي يا مبتدئ. اهلا كومبارس اهلا كومبارس هيا معي يا مبتدئ. شباب فيال الشباب فيال اهلا كومبارس اهلا كومبارس هيا ثلاثة وحمدة من أربعة وحقول خمسة كمان. فين الشباب فين؟ أنا عاوز أعد لثلاثة وراح أقول الشباب اللي معايا يا حضرة في المكان ده. اعد الاسماء الاول وبعدين اعد لثلاثة. فينك يا سالم عبد الله وعقاب المري عقاب المري وفينك يا عادل المطيري فينك يا مطيري وكمان سيف الهجري سيف الهجري عرفتوه؟ ده انا بشم ريحتهم والله العظيم ثلاثة والله العظيم ثلاثة لفقع راسك بهالحجول حجول يقول لنا نبود ما حفظتش النص كويس انقلعوا هني ما حدش يوقف هنا امرك حضرة الغازي ولا اسمع حرف ولا اسمع نفس يا كبير ناديتني انقلع معهم. وصلنا لسيف الهجري انقلع خالد الراقي اخيرهم عبد الله الرشيدي يا لهوي عبد الرحمن ده انا بختبركو اشوفكو تعرفوا زميلكو ولا لا. اسمعوا يا رجاله بعدي لغايه ثلاثه الشباب اللي قلت اسميهم يبقوا في الهنجر الباقيين يطلعوا برا والله والله العظيم ثلاثه النبود ده على دماغه خمسة سبعة التهديد الأخير النبود على دماغه هعيد مرة تاني والله العظيم ثلاثة اللي ما يسمع الكلام إن بده لحطه بدماغي سمعتي ولا هو فيه الشباب فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة رجالة موجودين في الهنجر وهنا ستة اكتمال العدد بس لحظة ازاي اتأكد انهم هم الرجالة اللي انا عاوزهم ازاي مش مشكلة أهم شيء ستة ده مش موضوعي أنا أهلا بك يا رجالة
شرفت ونورتوا. وجودك يا الشيخ. مالكش دعوه بيا، اجلس اللي انا عاوزه. خذ راحتك. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن ايه؟ الرشيدي. عبد الرحمن ايه؟ الرشيدي. الرشيدي. ثلاثة بالله العظيم. يا عبد الله، عبد الرحمن ولا عبد الله؟ اللي تبع. تهزر معي انت؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن الرشيدي. والله العظيم ثلاثة. لا تدق المر، لا تدق الويل. يا ويلك مني يا عبد الرحمن. شنبك لا يدخل بقى. ايه ده اللي طلع منك ده دلوقتي؟ ضحكه. خشم. دي ضحكه. لا ضحكتك غريبه. بس يلا رجلي. اسمع يا واد منك له دلوقتي. خنحش 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 باءن تاءن تاءن جيمن. قاعد اجدد اللغة العربية. حخش دلوقتي على المنافسة. والله العظيم ثلاثة. اللي ما راح ينجح معايا في المنافسة لا يجي خصم. يجي ايه؟ خصم. يجي ايه؟ خصم. مش سامع. يجي ايه؟ خصم. جدعان تبقى منك ليه في مكانك. والاسم اللي بدي اياه بدي اياه كده ولا ده سوري؟ الاسم اللي عاوزه يجيني. اللي ما قلتش اسمه لا يوريني وشه خالص. تعال انت. انت كمان تعال. شلني لغاية الطاولة ديك. يا كبير. شلني. يا كبير ده انت وزنك كبير. شل شل شل. لو تزحزحت مش حيحصل خير. يا يا يا. وقفوا 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 وقفوا. نزل الجو هنا جميل. يلا اتحركوا اتحركوا بقى. وقف 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 وقف. دهري بيعورني. بسم الله عليك. تسلم. اتحركوا اتحركوا. مش شعتنا دانت انت وقع. بس 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 بشوي شوي نزل. يا من شر الله الحلال. شكرا لكم. عفو يا كبير. احنا في الخدمه. انقلعوا. مختار مختار يا زبط. ما عقبتنيش. مغصوب عليكم اتيام من كلوه. ما شلتنوش كويش كويش. ألفون باءن ساءن. بجدد اللغة العربية. يا يا. اسمع يالا من كلوه. دقيقة. أصل شنبك قاعد يتحرك. ربنا يخرب بيته الميك اب. هتخبى. اهلا كومباس هيا معي يا مبتدئ. اهلا كومباس هيا معي يا مبتدئ. جنيت على نفسك. اتيت من خطيك. وضعت نفسك مكانك الكومباس. اهلا كومباس اهلا كومباس هيا معي يا مبتدئ. اهلا كومباس اهلا كومباس هيا معي يا مبتدئ. اهلا كومباس اهلا كومباس هيا معي يا مبتدئ. جنيت على نفسك. اتيت من خطيك. وضعت نفسك مكانك الكومباس. اهلا كومباس اهلا كومباس هيا معي يا مبتدئ. معلش اكلت بطني قبل ما اجيكم.
واضح الريش ما شالته فتحية كويس فتحية مراتي عرفتوها؟ أصلا مش لازم تعرفوها دي مراتي. انت يالا انت يالا بليلة زرقة تعال يالا تعال يا كبير انا مش مرتاح لك خالص. ليه يا كبير؟ روح قوة جيب لي قلم صبورة تعال جيب لي ولاعة عايز اولع فيكو عايز احرقكو يا كبير وش اجيب يا كبير؟ تعال انا ما خلصتش كلامي يا كبير جيب لي مية ساعة سرعة مية ساعة ايه ساعة ساعة ايه ساعة يلا مية النيل هل ما اشرب مية النيل اعوذ بالله من الشيطان يلا انا ما خلصتش كلامي اسف يا كبير ما تروح الا بامري يلا حاضر شيل الكرة دي رجعها محل رجعها مكانها يلا بتجيب لي قلم صبوري شوف بتخشي بتخشي خليك معايا ركز معايا كويس بتخشي من هنا بتخشي دغري في سيدي اه يا كبير في يمين يمين اول باب هاي بتخشي صور يسار بتلاقي القنفه 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 على يدك اليمين بتحصل توفي جبته قلم خطاط ولاعه اجيبها بسرعه هنا يلا جاتك نيله عايز اسمع مشاركه منكم يا جماعه الموجودين هنا عايز اسمع حاجه جميله ما حدش فيكم عنده حاجه جميله تبي تسمع لو عجبتني هياخد عندي 200 نقطة في قصيدة هنا قصيدة تعال يلا وحقك الله يوفقك عنده ايه مالك يزعل بتقول ايه عندك ايه قصيدة عصيدة قصيدة انا مش جيعان اكلت بط ما قلت لكش قصيدة دقيقة دقيقة تعال يالا ما تعرفش انت تعرفش الكلام ما تتكلمش عربي انا فين انت هنا وانت وديت الاغراض فين وديتها هنا وانا فين هنا انت اتخبلت يا ولا يا كبير مخصوم عليك 200 يا كبير انا خاف منك ايدي ما تجيب ايدك يا كبير ارجوك يا كبير انقلع ارجوك يا كبير ما تخصم علي غور عن وشي غور عن وشي جتك نيلة عرفتوني عرفناك انت باقي واقف هنا اتسمع لي قصيدي اعوذ بالله منك له الفصحى ايه اي صفحه سيف النبوه قرد يا هبوب ودعدع يا حمام واطربي مسمع ما يستمع للاغاني انا مطرب على صوتك يا راغب علامه الله اعطاك مير الله تعالى عطاني تقول ايه أنا مطرب على صوتك يا راغب علامة الله أعطاك مير الله تعالى عطاني راغب علامة؟ إيه قبويه قبويه راغب علامة فنان ما عجبتني إيش مخصوم عليك 200 غور عن وشي روح غور ده شنب راغب علامة واللي وشي راغب علامة مالكش عيون فيه في ايه؟ عاوز ابني ايه؟
عاوزيه. علموه اني على الوصل دايم محتريه، وعلموه ان كان وده يجي لا يستحي، المحبة وسط قلبي مثل ما هي عليه، الميانة طايحة والغلا ما ينمحي، الميانة طايحة والغلا ما ينمحي. طب انت عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز 200 نقطة. مخصوب عليك 200 نقطة والله. اه انقلع. ما تجيب لي ميه. وحياة النبي ما تدوج. ما تجيب لي ميه. وحياة النبي ما تجيب لي ميه. اريد ميه. ميه اشرب اي شيء. اقول لك اريد ميه. كبير يا كبير. تجيب لي الزين كله. جايبك ما مني. اريد علبة ميه. ميه ساعة. انت تغيرت يا كبير. يا لهوي. الواد ده ما يفهمش ولا ايه. جيب لي ميه. اجلسوا اجلسوا انا فاهمك المسابقة. الشباب موجودين. بقى واحد. المسابقة افهموا معايا. المسابقة الأولى قبل المسابقة عايزين نرحب بالسادة المشاهدين من خلف الشاشات، نرحب بيهم اليوم وكل يوم كذا. يقولوا مصري؟ لا ما يقولوش. نرحب فيكم، حنا ننبسط معاكم مثل ما انتم تنبسطوا معانا. مسابقة اليوم فيها أظهرت اللهجة عزام. مسابقة اليوم بها حظ وبها ذكاء. مين اللي حيفلح في الحظ والذكاء؟ المسابقة الأولى، الاسم الأول اللي أقوله يجيني والباقي يقعد ولا أسمع نفس. تعال يا سالم. اسمع يا ولد يا سالم. انا يا ولدي يا ابني. اسمع يا ولد يا سالم. هلا يوبا. انت منين؟ تربة. هلا بيك. مالك زوطة؟ ما تساعدني يا له. هلا باشا. جيب الصحون وزعها هنا. برافو عليك، برافو عليك يا سالم. واد قدع. نزل ديت. واخذ ديت. نزلهن. حط ديت هنا. حط ديت. اسمع ياله. اتبع التعليمات. طيب. ما تخالفش يا امري. طيب. طيب يا وحش. تغور بوشك خالص. بالشاشة ديت. ايه. حوزع الكور. ايه. حوزع ايه؟ كور. الكور. باللون الموحد. راح تشوف ثلاث ثواني. وراح احطها في العصا. وبعدين تغور وشك على الشاشة تاني. بعدين اشيلها وترجع تصفصف. على نفس اللون اللي شفته. على احسن. حاضر يا باشا. غور وشك، غور وشك. عين في الله. غور وشك قلت لك نيلة. انقلع هنا. تلتفت. 500 بالماينس. فهمتي كلامي؟ فهمت. Thank you.
تشوف شيء؟ ما تشوف شيء؟ ما شفت. ما تشوف شيء؟ ما شفت. ما تشوف شيء؟ لا. ترى بشوفك. ما شفت. كتكنيله. ها؟ ما تشوف شيء؟ ما شفت. غرب وشك؟ شوف. بس يا لبس وغرب وشك، غرب وشك، غرب وشك خالص. ما تشوف شيء؟ ما تشوف شيء؟ يلا. تعال يلا. رجعها لي تاني. الصح حتاخد عليه نقطي، والغلط مالكش في حاجي. كل حاجة صح حتاخد مية. خلصت؟ خلصت؟ خلصت. غور من وشي، غور. مو يوم عندوني شوف. تابعت يا كنترول؟ شفتوا؟ دي أنا مسجلها. احسبوا معاي. الصح مية، الغلط صفر. الغلط ايه؟ مش سامع؟ الطبق الأول حطوا ايه؟ احسنت، يعني غلط صفر. الطبق الثاني صح. صح. الطبق الثالث صح برضو. صح. الطبق الرابع غلط. غلط. حطوا اخضر وهو ايه؟ احمر. احمر. وده اخضر. احسنت. والازرق كان اصفر لانه كان محل الاخضر. والاخير اصفر. اصفر مفروض اصفر. كم يعني خدمتين نقطه؟ 300. 300 البنفسجي والبرتقالي والاصفر. 200. 300. ده انا بختبر ذكاكو. ده انا بختبركو. 300 السالم. سجل عندك يا كنترول. استاهل استاهل ابو عبد الله. اللي بعده عقاب. عقاب ما تجيب لي قلم ورق. بالله عليك يا عقاب، تبغى قلم ورقه؟ حاضر. قلم. قلم مش قلم يعني عوار. قلم. ألم غور من وشي. جبت الألم وانت جيت. انت جيت ولا لا؟ ما ترد. ايه جيت. اهلا بيك. عرفت اللعبة؟ عارفها. عرفت يا سوداني صح؟ اي. غير من وشي تهزر معايا. 500 لو تشوف. حاضرين. قرايه واد، قرايه واد. يعني مش شايفك انا؟ بتتابعني من الشاشة؟ حط وشك هنا، ما تتحركش خالص. خلاص. ما تتحركش خالص. ده انا بشوفك. شوفوا يا كنترول بيتحرك، حلغير المسابقة واخصم منه.
شوف غور وشك يا لا غور وشك ما تشوف شيء ما تشوف شيء ما تشوف شيء ما تشوف شيء 500 ترى ورينا حتفلح ازاي ما تتكلمش انت منك له خاص ما تتكلمش وربنا خصم وربنا خصم يا لهوي خد الفلوس كلها روحوا صحابك يا لهوي أتيت من خطئك وضعت نفسك مكانك الكمبارس الشنب تقيل قوي تقيل قوي صحيح ضيق خلقي ما احبش اللي ياخذ الفلوس كليها ضيق خلقي الكورة الأولانية صح زرقة صح والثانية الكورة الثانية صفرة صح الكورة الثالثة صح صح الرابعة صح صح الخامسة الخامسة صح كمان صح والسادسة كمان صح تستاهل خمس مية 600 نقطة 500 ست كور 600 لا كورة 100 600 أنا بختبر ذكائك بناخذها من عينك هذه نقاط يا حبيبي ويييي يا لحى يا لحى اللي يقبض العادل عادل المطيري ركز بقوة تعال يا ودي عادل قوة اخر ثلاث اهلا بيك اخبارك ايه عامل ايه على طول ساعة التفت ردني انا تصورنا عادل غرف وشك ما تطلعش خالص كنترول كنترول شوفوه لو التفتش علي هيخصم منه 500 وتلتغي منه المسابقة التفت ياله بس ياله بس ياله منك لوه بس بس ما تلتفتش وربنا خصم وربنا تلتغي منك المتسابقة ما تلتفتش تعال ما حد يتكلم شيء والله والله خصم والله خصم دقيقة دقيقة روح الخمري ارجع ها غور غلط صح ركزوا معاي الأولانية صح الثانية غلط حط صفرة والمفروض خضرة مثل خضر قلبي التالته غلط الرابعة صح الخامسة غلط والسادسة غلط 200 نقطة 200 نقطة يا عادل قرالك ايه يا عادل 200 نقطة الحمد لله
اول 2500 وهذا 200. سيف الهجري. رايح بيال نظره واحده لنا هنا تتخبلتي وليه انا غلبان يا كبير. كلنا غلابه ارجوك يا كبير. كلنا غلابه ارجوك يا كبير. سعد البيع سعد كبير. انت عارف يا كبير وعارف ظروف الدنيا وكلنا عندنا ظروف يا كبير. يا كبير ارجوك يا كبير قول معاي. اقول معاك. قول ترارارارا تيري تيري. لا قول انا اكمل النغمة. لا قول ترارارارا تيريرارارا وانا حقول تيريرارارا برارارارا تيريرارارا برارارارا تيريرارارا. غور وشك ما طلعش خالص. ما طلعش كبير وربنا 500 ما طالعش. يلا وربنا استبعدك من المسابقه وخاسب 500. خلاص يا كبير. الكاميرات بتشوف. الاعداد بتشوف. المخرجين يشوفوا. غازني الشيط. غور وشك. التفتي. لا التفتي. لا ارجوك. قالوا لي ارجوك. قالوا لي يا كبير. قالوا لي يا كبير. قالوا لي ارجوك يا كبير. قالوا لي ارجوك يا كبير. قالوا لي بالمره. لا بالمره. لا غويني الشيطان. غور وشك. انت عارف يا كبير اخر مره وانت كريم وانت عطوف علينا. ارجوك يا كبير ذي المره يا كبير. مشكلتي قلبي طيب حبيبنا. ما تعيدش الحركة تاني. خلاص يا كبير وربنا ما حسامحك. خلاص يا كبير وربنا ما حسامحك. خلاص يا كبير. دير وشك. ارجع ارجع. ما تلتفت شيء. ما تلتفت شيء. تعال يلا. خطير جدا يا كبير. خطير. تعليماتك. اخلص. حارة ولا بردة؟ حتخلص ليه؟ تحت التهديد وربنا خصم علي. يقول له وربنا خصم. ما تخرفش. غور من وشي. في حد قال له يا شباب غور من وشي. ما كلم شك. ما كلم كاكشي. ما كلم شكشي. ما كلم كاكشي. ما كلم شكشي. ما ك احمد قول. ما كلم كاكشي. ما كلم شكتي. ما كلم تاكشي. شكرا احمد. احلى تحيه لاحمد. احد كلم كاكشي ولا ما حد كلم كاكشي من الشباب اللي هنيك عشان اخصم عليه وربنا من الاول. الاولة خضره صح. الثانيه صح. الثالثه غلط. الرابعه غلط. الخامسه غلط. السادسه صح. بقى عنده 300 لسيف الهجري. شفيان يا خالد الروقي. يا لهوي الشرب متقل على وشي. مشكلة مشكلة حياة البط.
حياة البط ديت مشكلة. أنا أقول الفوز بالمخبأ. بتحداك. تتحداني؟ طب غور وشك. كيف؟ غور وشك. غور وشك يلا. ما تلتفت شيء. قلت لك. ما تطلع شيء. قولوا لي اذا التفت يا شباب. ما التفتش. ما تلتفت شيء. تعال يلا. بس يلا بس سقتك نيله. نسيت نسيت نسيت. بس سقتك نيله. تعالي. نسيت. ما حدش يقول حر. كنترول. ركزوا لي على الشباب. تبي تخبص ولا ايه؟ مش عارف راسك من رجليك مش عارف. اعمل اي حاجه. غور غور قتك نيله. احسبوا معاي الاولانيه غلط الثانيه صح الثالثه صح الرابعة كمان صح. الخامسة والسادسة غلط. بقى معانا واحد لا واحد اثنين ثلاثة ثلاثمية. الخالد الروقي دقيقة ورجع ليكو. وفين وفين البتاع فين البتاع فين اهو. ما تجينيش. ما تجينيش. عبد الرحمن هو فين؟ فيه خمس دقايق. تعالي عبد الرحمن اتأخرت كده ليه؟ ما تقولش طيب قول قريب قريب. يلا من جديد من جديد. كنت فين؟ انا اللي بسألك كنت فين؟ كنت في الحمام. ما تقول شيء ما تقول شيء. خلاص من جديد قول قريب. يلا كنت فين؟ انا اللي بسألك كنت فين؟ كنت قريب. انت كنت هنا واللي هناك في الحمام. ما تقول شيء غور قتك نيله. ما تفهمش. غور وشك. انا بشوفك. في اثقال. واحد اثنين شوفوا يا جماعة. ثلاثة أربعة غور وشك. خمسة خمسمية تخصم منه وارجع. لا لا ما
التفت شي ولا ما التفت شي؟ ما التفت شي شيش مش كل يوم حسامح. هملي دي الوكيات ما التفت شي كده ور وشك. بشوفك يصور التفت وراك التفت وراك. يلا تعال. ما شفت انا انت تقول ثلاث ثواني وارجع. شوف ايوه ارجع ثاني. ما تلتفت شيء ما تلتفت شيء ما تلتفت شيء ما تلتفت شيء ما تلتفت ما تلتفت شيء ما تلتفت شيء. ربنا 500 تعالي. والله عظيم ثلاثة اللي حيتكلم منكو خصم 200 ده انا بشوفكو اهو. ما تخلص انت يا عم شوية بحط هنا ده انا بشوفكو. خلص خلص من الكنيعة الوقت غور غور. الأولانية يا شباب. الأولانية غلط. الثانية صح. الثالثة غلط. الرابعة كمان غلط. الخمسة غلط. والسادسة غلط. انت مخبول ولا ايه؟ ده انا ما غيرتش فيها حاجي. ما غيرتش فيها حاجي. زيك زي خالد الروقي. عقلك فين؟ ما تقول لي. اخذت 100. تعال ساعدني منك له. اقلعي اقلعي بعيد. اسمع يا لمنك لو اسمه يا سيف. سيف يا ود يا سيف. كيف الحال؟ وش الحال؟ يا ود يا سيف أعوذ بالله. أنت سيف اللعبة ركزوا معاي. اللعبة ديت غور مع صحابك لحد ما علمكم اللعبة. يلا غور كاملين. اللعبة كالآتي ركزوا معاي. اللعبة ديت فيها تذكرة ويمكن أكثر. لسه بفكر. ركز معايا منك ليه. الألوان هي مثل الألوان دي. أنا عاوز توصلهم بدون ما تتقاطع. عرفتوا؟ كيف؟ ما راح أخذك. أخذك كذا صحيح. فينك؟ تعال أنت يلا. أنت لقيت من أول. أيوة. ما تقول له. ما تقول له. التذكرة واحدة لو يحلها
اللعبة دي تروح يعني كل واحد يحتفظ الحل لنفسه تذكرة واحدة إذا كسبها واحد منكو اللعبة دي تتلاغى لأن جايزتها تذكرة بس تذكرة بس طيب كيف تركت اللعبة؟ تذكرة واحدة بس انت فاهمين؟ طيب يا كبير كيف تركت اللعبة؟ وصل لي اللون بدون ما تتقاطع كذا وصل البردقالي مع البردقالي والاخضر مع الاخضر والازرق مع الازرق والبنكي عرفت البنكي مع البنكي مع البنكي ما تتقاطع ما تلمسش ما خليها من هنا طيب من هنا ايوه احسنت صح قربوا احسنت الاخضر والازرق والبنكي طيب لك دقيقه دقيقه حجيب الازرق مع الازرق ازاي غلط ليه غور ليه قطعته غور انت ما تفهم شيء والله ما بيفهم شيء جت كوني له جايبين لي قلم مش صبوره تعال انت ابو ازرق ابو ازرق اللي قلت له يجيب لي الاقلام اللي مص اللي في 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 الجيب بتاعي انا ما قلت لك شيء في التوب اللي في الغرفه الاولانيه وش فيها ربنا يكفكم يا عدياد والله عداد عاوز له عدياد قتكم نيله خش من هنا بتروح من هنا يمين كانك عاوز ابو عيسي عرفته ابو عيسي ابو عيسي كلنا بنعرفه كلنا نعرفه اول مكتب يسار عند سعد الطويل ربنا يطول بعمره اللهم امين التوب موجود هناك شوفوا في الجيم هنا جاتك نيلة بسرعة جاتك نيلة خربت في الفقرة إعداد الإعداد حيوديني في داهية الإعداد عاوز له جلد الاعداد يريد 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 لا وربنا الشنب ده مثقل علي ملي احسنت ياله قيام بسرعه تتذكر ديت ايام المدرسه تشخبط عليها انت تعرف كنت نايم ما تشخبط على ديت قد كنيله خربت الفقره الفقره ما يقولها اهل مصر مش كده امشي عليها بتعقد الامور هي سهله ليه خبول امسح قوي انت ذكي يا كبير ايش ذكي يا كبير ايش رايك فيني انت غدوتي ذكاء ينفر نفر من عيوني المشكله يا كبير لا ذكي انا ولا حظ عندي انت ايه انا ايه انا غلبان على بوبول انت مش ذكي ليه تنكي ايه تنكي تعرفش التنكي دي اشوف اصحابي كلهم يقول يا تنكي وربنا صدقين هي مدحة ايوه تستاهلها والله راجل غلبان
اللي طلع معايا دلوقتي مين؟ الواد ده؟ أنت؟ أنت؟ لا 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 أيوه خلص علي ما تتأخر شي. الأزرق ما أزرق موليه أنا قلت لك الأزرق مع الأزرق الأخضر مع الأخضر البرتقالي كدي البنكي كدي حنا موليه شباب حطوا لي تايمر دقيقي واضح حنطول معاه حتوصل يا كمان اوكي سكرت عليها حتعمل ايه مع الاخضر خلاص راحت عليك خلاص وربنا ما حتاخدها انا مسوي فاتحه منه وربنا ما حتاخدها شوف شوف دخلت منه انا دخلت قد كونيلي على هالغباوي قد كونيلي التذكرة واحدة ما حياخدها الا واحد تعال انت هنا ايوه ايوه السلام. وريني حتعمل ازاي دقيقة عادي من الجهدي وكل الجهد صح ماليش دعوة اعمل اللي بدك اياه بدك اللي عمليته عفزه كده ايوه كنت متابع مسلسل قبل مالكش دعوة بيا مالكش دعوة بيا اكتب اكتب يلا وصل وصل سلام عليك سلام عليك حتعمل ايه تاني بسرعة دقيقة ازهل ايه دقيقة دقيقة ما تخلص يالا خلصت الدقيقة يا شباب خلصت خلصت سكرني على نفسي ما اقدر اطلع غور غور قد تكون الي على غباوي قد تكون الي على غباوي يلا يا عقاب لك ساعة وسيف يدرس فيك يعلم فيك سيف ما عرف يحلها خل يشوف علواته ده انا بشوفه قاعد يدرس فيك التذكره لا تروح دقيقه واحده دقيقه واحده سكت عمش يا شباب التايمر شغال يا كنترول سلام عليك عايز تروح فين لا كذا دقيقة أصلا معليش وهذه في الأزرق ما أعرف شي ما أعرف شي دبر نفسك اصبر دقيقة الراجل له ساعة يعلم فيك مو يعلم لا تقلقني يا مسلم مو يعلم اقلقك فيه انا جاي هنا عشان اوترك رايح فيه خطير وده خطير وده الدقيقة خلصت لا باقي سكرت على نفسك لا 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 صلحتها من هنا والله بيستاهل تذكرة والله يا شباب امشي نوفا سجلوا له تذكرة تعال تعال يلا عشل معاي اهم شيء ما يروح تذكرته معه ونقطع معه منين من هنا شيل مخرجني عاوزها بالطول اغيرها اكده روح روح
اكده يا مخرجني غور اكده ولا مش اكده اكده بالله عليك هذه لا تخلي في هالطاولة الا الشموع الشموع بس جيب الولاعة زين تشيله خلي الشموع شيل شيل دول ما عليكم زوج المسابقة الثالثة المسابقة الثالثة اسمع يالا منك اليوم المسابقة حتكون اولعكم للشموع اولعها نوار وحتكون الكرت الاولاني 100 نقطة الكرت الثاني ماينص 200 نقطة الكرت الثالث 300 نقطة الكرت الرابع ماينص 400 نقطة الخامس 500 نقطة والكرت الأخير تذكرة حشوف حتعملوا إياه حوزعها ليكو حنولعها اليوم نار جاهزين جاهزين مش سامع ربنا يخليكم دي شمعة حبينا يا شمعة حبينا لا تنطفيشي قولوا معايا دي القصيدة كتبتها دلوقتي يا شمعة حبينا ما تنطفيشي قولوا ما تنطفيشي ما تنطفيشي ده انا غلبان ومكتويشي وانا مليء عليك القصيد والله مش لايق عليك خليك مغني وانا بحب احرق حريشي ما تشعل شيء فيه ماينص وزيادة حبيب قلبي تعال يا من يمين خلنا ناخذكم اليمين اسمع يلا ابتقي هنا وبيت هفي هف تعال جنبي ايوه ركز معاي ايه ابتقي هنا ايه وبتهفي هف طيب بتهفي ايه هف اوف هف ايه كده هف ايوه عرفت ايه الشمعة الأخيرة اللي حتنطفي راح تاخذ الكرت بتاعها يا إما ماينص يا إما موجب يا إما تذكرة طيب عرفت تنطفي شمعة هناك وشمعه ولاعه وشمعه طافيه حاخذ الادنيه القريبه سمعت بسم الله وعلى بركه الله وقول هف خطير خذ التذكره يا لهوي يا لهوي تستاهل الطيب عيد ما سمعتش نفسك مكانك الكبار
بعده. اللي بعده. بسرعي. قول بسم الله. بسم الله. وقول هوب. تحسب ترى. لا ادري. قول هوب. بس 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 500 لا سالب 400 خداله سالب 400 ما تطفيهاش قاتك نيله روح اجلس اسمك يا سياف سجلوا سيف سالب 400 بيستحقها من اول الفقره لانه بيخرب ربنا خد حق منه اعقاب ولا عقاب فوق جاهز جاهز باذن الله 3 مش 3 3 2 1 هوف سالب 400 سالب 400 اسم الهطبات ابو 50 ما ابغى تذكره سالب 400 سجلوا عندك يا رجاله اعقاب سالب 400 يا شباب عايز اقول للجمهور راح نسحب على تذاكر في اخر الفقره حطوا الاسامي تبع الشباب راح ناخد التذاكر في آخر الفقرة، في آخر إيه؟ الفقرة 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 جاهز؟ جاهز؟ جاهز ثلاثة اثنين واحد هوف بس خد ال 500 حلوة سجلوا له خد 500 موقف بيستاهل لحدد الوقت التذكرة راحت الويح اللي بعده جاهزية جاهزية تعال هنا قول بسم الله بسم الله جاهز بسم الله بسم الله ثلاثة اثنين واحد قولي هوف لا تموتش علي بس يلا سالب 400 ده انا بموت عليك خصمي الاخير ميعاد تعال يا سالم يا ود يا سالم بسرعة يا ود ابشر ابشر خليني اشوف انا تشوف ايه دي مش مسابقة الالوان الالوان خلصناها اول الوقت ثلاثة اثنين واحد سمعني الهف بتاعك لا ما خدش حاجة دي ولعة ما خدش حاجة ارجع ليه صف هاي يا سجلوا عندك يا رجالة رح ناخد الدرجات لكن قبل ما ناخد الدرجات رح نسحب على التذاكر يا ودي هشام جيب لي الجوال بتاعي في مكتب سعد انا الزهايمر العفية بنسى كل حاجة لهبة تجيب لي الجوال بتاعي من الشاب هشام شوف عرفت الوصف اللي قلت له
مكتب ها ثوب ها تعال على القنفي على نفوخي على نفوخي من فوق على مشيخ الرجالة كيف شفت الفقرة؟ جدا جميلة الكبير فيها كيف ما تكون ممتاز زي وشك ممتازة وشي اجلسوا يا رجال اجلسوا اجلسوا خلوا عندكم شوية من هنية في كاميرات في ناس تتابع الخطفة قدام الكاميرا ديت بتزعل كبار السن والمشاهد تعرف ليه؟ ليه؟ كبير السن بالذات بيتابع بكل اهتمام وقاعد يدعي على الشاب ده لأنه واقف قدام الكاميرا يقول ربنا يقنعه انقلع خذها بيمناك صح كلامك ده أنا بتأسف منك وربنا ما انتبهتش بس أعوذ بالله فتح على السراب وشفت وشي 16 سنة ما شفت وشي في المراية بس أمي ربنا يعطيها الصحة قولوا آمين ربنا يعطيها الصحة بتقول يا ولدي أنت جميل وأنت جميل الكبير أنت تتمناك وأنت فعلا جميل بتقول لي كل ألف بنت تتمناك يا كبير الله يحسنها على ما قالت يا أستاذ علي بس يا رجالة الله يغفر ذنبك لقيت بخطب عند أحد أريد أخطب أريد عاوز أتزوج أتجوز تجوز ما تجي أحمد افزع لي بالكلام المصري أخطب أريد شلون لا لا أكمل نص دقيقة لما كنت عاوز اتجوز واروح اخطب عند ناس بيقول البنت تتكمل دراستها معناها ايه بيحبوا العلم والعلم ولا ما يريدون شني ما اقدر شني ما يريدون شني ما يريدون شني ما يريدون ما يريدون اسحب نسحب على التذاكر اسحب اسحب يا عم احسن شيء والله القهنة من الكلام ولا من ليك وقد تكوني له ما تشوف رمزي مش عاوز يفتح تغيرتي عليه معلومة ويقبل بصمة الوجه كبير والوجه كبير وصاحبي الوجه كبير الدنيا كلها كبير والشنب كبير والله العظيم ثلاثة ان الشنب ده متعبني سكريبتي 19 كم 19 بالانجليزي 19 عرفتوا ترى معلم انجليزي حنسحب تبي تبص لي كذا ليه ما جاب شخصيتك مو جعب ما شخصيتي ايش انت معقول شخصيتي فيها اعوذ بالله حنسحب على خمس تذاكر يلا ممكن واحد ياخذ ثلاث تذاكر ممكن ياخذ الخمسه كليه عادي مو شرط بسم الله وعلى بركه الله الكاميرا فين مش مهم الكاميرا خلينا نشوف مين اللي ياخذ التذكره الاولانيه احنا ما نشوف ركب شاشه الملاقيف عشان الملاقيف اللي زيكو ابنها بسم الله ستوب على بركه الله اوقف الاولان اللي خذ التذكره مش موجود اللي مش موجود ياخذ تذكره يا كنترول لا احنا اللي بالفقره بس ما ترد يا كنترول منهم خلي اللي مش موجود ياخذ تذكره ربنا ينقذكم ما تشوفوا احنا فقرتكم بس في ايه مش عاجبك الفقره مش اقول حاجه مش عاجبك اجمل فقره كنا سكان سيكل مش اتكلم معاك يا حبيبي اتكلم مع اخوي تتهزر معاي لا والله كل شهر خصمية يا الربع توجت الخصمية 400 مشكلة توسطنا يا برنس
برنس؟ هو برنس هو. اقول فقره خلاص كومبارس. اسمع يا ولد منك ليه؟ ياخذون سته بس. وش الفقره الاول؟ الاولانيه. انا اخترتك انت السته. قلت للشباب الباقيين يطلعوا برا. يعني ياخذوا تذاكر زيك زيهم. لاني انا قلت لهم طلعوا برا. خلاص حلو. يعني ممكن ولا واحد فيكم ياخذ تذكره كلها بتروح برا. صح كلام. وربي يستاهلون بصراحه. هذا كلام بتمنى يحصل كده. بطل مش عاوز احد فيكم ياخذ تذكره. لا ان شاء الله بروح ناخذ تذكره. اعوذ بالله. انا قد خزيت تذكره. الاولاني قلنا مين؟ خالد عبيد. خالد عبيد يستاهل تذكره. بقى كم؟ بقى تذكرتي. بقى خمسة. خمس. بقى أربعة. أربعة. ياس. بقى أربعة. التذكرة. التذكرة. الرابعة. صح. راح اثنين والحين واحدة دي ثلاثة. ودي ذا الحين اسحب على كم؟ الرابع. الربعي. مركزين؟ يا. التذكرة الرابعة. هنا؟ كلها سبعي. ايه يعني هالحين هذه خمس. هذه الربعي. التذكرة الربعي حيروح المياه. التذكرة الربعة راحت المياهن. راحت المياهن. التذكرة الربعة هي الشبكة معلقة. اسمي فين؟ اسمي فين؟ اسمي فين؟ انا فين؟ التذكرة الرابعة راحت المين؟ يا لهوي وش التعليق؟ حكي معاه ونت قوي. لا ما في جوالات هنا عندنا. انا بختبرك نجحت في الامتحان. التذكرة الرابعة راحت لعلي القعادي. بهزر معاكم. راحت النواف الأكلبي. ساهل ساهل محمد. التذكرة الخامسة معليش بس دي سخافة الإعداد. بيقولون لي وأنا بقول عشان أسلك له عشان يزبطوني بالحلقات الجاية. بتشوف كده ها شوف ملقوه. يا بطيء على الجبال بطيء. ستوب. الخمس العقاب. ساهل 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 ابو حسين. معلش 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 مش عايزها بختين. ما عجبتني. ما يستاهل شيء. ما تستاهل شيء. انا مش عارف اول ما تستاهل شيء شيء براحتك. تستاهل شيء تستاهل شيء. الكبير كبير. التذكرة الايه؟ السادسة. لا السادسة. السادسة. السادسة يلا. السادسة. السادسة حتروح عادل. السابعة والأخيرة راح تروح المين؟ راح تروح المين؟ وقف. التذكرة الخالد الروقي. يستاهل خالد الروقي. ثلاثة أخذوها من هنا. ثلاثة اخذها من برا. استنى اسكت منك ليو. اسكت منك ليو. طفشتوني والله. خدمات في اي بي والله. بدي تامر بلحي بلحي. قهوه 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 قهوه. تامره تامره قهوه قهوه. تامره قهوه تامره. بس يلا بس يلا انقلع منك ليو يا كبير. مش عايز اشوف وش واحد فيكم هناك. انقلعوا انقلعوا. والله انها ابرك الالعاب. اخذنا ثلاث تذكرات يا كبير. تستاهلها. تستاهل الطيب. ليه ليه منه ليه؟ يو يو يو. بصراحه السلطه حلوه لما تتسلط على الناس وتتومر عليهم. وانت عند مراتك زي الارنب ما تهش ولا تنش.
في الختام أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة جاية مع فقراتكم المحبوبة والشخص المحبوب علي القعيدي. ما تنرفزنيش يا قعيدي، عرفتوني؟ علي القعيدي الواد الخلوق الجميل المزيون ذو الخلق الرفيع المقدم المحبوب اللي كله بيحبه، اتفق الجميع على محبته. سوداني ده. وإلى حلقة أخرى. الشنب ده تقل علي، الشنب ده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله نلتقيكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء. أتمنى أن تكون الحلقة نالت على رضاكم، نالت على إعجابكم، وآي لاف يو والله العظيم، ومع السلامة. اهلا كومباس هيا معي مبتدئ، جنيت على نفسك اتيت من خطئك، وضعت نفسك مكانك الكومبارس. اهلا كومباس اهلا كومباس هيا معي مبتدئ، اهلا كومباس اهلا كومباس هيا معي مبتدئ. هم اخذوا الشاتس والظهر تلا وش ان شاء الله. لاك البادر والله والله ان شاء الله لاك. وين اخوي انا جيت وين ابو يلا يربع العشاء. اصبر خلنا جانا نادي استدعيهم. علومكم خذ الجوائز خذ الجوائز. خذ انا واقف لك تذكره. الجمهور انت تذكره. منو؟ انت اعطيت الجمهور تذكره. الجمهور؟ يعني هذا هو. مرحبا ابو مزهر. ارحب يا جمهوري. حبي انا وياك ما تذكره. ما تذكره. ربك في السماء. اصبر كيف؟ يدري يدري. اوه 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 اوه